هذه الدورة الثانية للمنتدى الدولي للصحة الرقمية التي تنظم تحت رعاية سامية جاد ملك نصر الله ومن طرف فاعلين اللي هما أولا مؤسسة محمد السادس للعلوم الصحة والمركز ديال الابتكار في الصحة الرقمية جامعة محمد الخامس، وكيتنظم تحت يعني شعار عهد الصحة الرقمية من أجل خدمات صحية ذات جودة للجميع. الهدف ديال المنتدى هو أولا أنه نقدمه آخر المستجدات في مجال الصحة الرقمية، نوقف عند تطورات التي عرفها القطاع الصحي ببلادنا ولكن كذلك الأنظمة الصحية في العالم بارتباط مع الرقمنة. نحن نعيش اليوم تنزيل استراتيجية وطنية للرقمنة والهدف ديالها هو تحسين الخدمات يعني بشكل عام وبشكل خاص بالنسبة للقطاع الصحي. كاين واحد الأثر جد إيجابي ديال الرقمنة ديال النظام الصحي اللي هو اليوم مسألة مرتبطة بالروافع الأربع للإصلاح. فالرقمنة من شأنها عبر يعني الأنظمة الصحية المعلوماتية، استغلال المعطيات الصحية، استعمال الذكاء الاصطناعي في مجال الصحي، ويعني أمور أخرى كتمكننا من أنه نمشي إلى أولا تعزيز الولوج للخدمات الصحية بالنسبة للجميع، تقديم واحد الخدمات عندها جودة، لكن في نفس الوقت نمشيو إلى عهد جديد، عهد ديال الصحة المبنية على الوقاية، المبنية على التوقع، المبنية على الدقة. نمشيو كذلك إلى تحكم في كلفة العلاجات، ونمشيو كذلك إلى تعزيز صحة رقمية وطنية فاعلة ناجعة وكتعزز السيادة الصحية لبلادنا كما أراد ذلك جلالة الملك نصر الله. اليوم لا فونداسيون ولا مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة بشراكة مع لو سونتر انوفاسيون اي سونتي كتنظم النسخة الثانية من الملتقى اللي هو ملتقى عالمي اللي غادي يمكن ان شاء الله من حضور مجموعة من الخبراء لمناقشات اخر تطورات في الميدان التقني في مجال الصحة، وايضا اقتراح حلول ومشاريع وافكار مشاريع ايضا لتطوير هذا المجال. إذن اليوم كننطلقوا في هذه الندوة الصحفية اللي بغينا نعرفوا بها بهذا المؤتمر أو المنتدى اللي غادي تعرفوا بلادنا اللي هو كيهتم بالصحة الرقمية. ما كيخفاش على الجميع الأهمية اللي خدتها الوسائل الإلكترونية والصحة الرقمية في المسار ديال الصحة في بلادنا، وهذه واحد الفرصة باش الخبراء في الميدان وكذلك دوائر القرار وكذلك المنتجين لهذه الحلول الرقمية أنهم يتباحثوا ويتناقشوا في وسائل اللي ممكن لها أنها تخول باش هذا المجال هذا يمكن له يعرف التطور اللي ما فيه صالح الصحة لصالح الصحة نتاع المواطنين. هو أيضا هي أيضا مناسبة أساسا باش نعرفوا ونتناقشوا على التحديات اللي كترافق واحد التطور بحال هذا اللي هي كترتبط أساسا بكيفية دمق رطات الولوج لهذه الوسائل وكيف يمكننا أن نحافظ أيضا على السرية تاع المعلومات ومحافظة على المعلومات الخاصة بالأشخاص والمرضى، والرهان الأساسي أيضا هو كيفية جعل هذه الوسائل في خدمة الإنسان ولكن ما تكونش حاجز للولوجية للعلاجات والصحة.